السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا إثبات سحب من موقع أرجون، أفضل موقع يا شباب لربح الدولار أو الروبل مجاني. الموقع بيديك خطة مجانية وبيديك مكافأة وبيديك يعني أرباح كويسة جدا. الموقع ده يا شباب بالنسبة للناس المبتدئين موقع أنصحهم بالموقع دوت. تمام، ده شكل الموقع من الخارج لو احنا ترجمنا كده باللغة العربية. دي إحصائيات الموقع، الموقع اديله 254 يوم. هنا يا شباب هتلاقي هنا الأرباح بتاعتك في الموقع، بيقول لك على طرق الربح والأرباح قد إيه، وهنا بيقول لك دفعات الأعضاء. لو نزلنا تحت كده ده شكل الموقع مثلا، وبيدعم بيرفكت موني وباير، بيدعمش غير بيرفكت موني وباير. طريقة تسجيل في الموقع يا شباب، بنيجي من هنا بنحط الايميل والباسورد، هنترجم باللغة العربية عشان مسجل فيهم فترة. هنا بيقول لك اسم الاسم والايميل والباسورد يا شباب، اسم ايميل باسورد، وتعلم على الشروط وتعمل تسجيل. وبعد كده نرجع تاني للدخول، هندوس على لودينج، بعد كده بنحط البريد الالكتروني والباسورد وبنعمل تسجيل دخول. زي ما انتم شايفين هنا انا مجمع 2660 نقطة، ودي الداشبورد بتاعتي، صفحة الحساب بتاعتي. وهنا بيقول لك دي ارباح اللي انت بتشتري بيها خطط في الموقع. اول حاجة خش عليها، طبعا الاعدادات بتخش على اول حاجة الاعدادات بتاعتك، وبتحط رقم المحفظة بتاعتك اذا كان باير او بيرفكت موني، وبتعمل حفظ، وبعد كده بتبدأ شغلك على الموقع. عندنا في هدية بناخدها كل 24 ساعة، بندوس على اي يافطة من اليافطات ديت الاعلانات دي ونقفلها، تظهر لنا المكافأة بالشكل ده، وتخش لنا في رصيد اهو، في رصيد ايه المشتريات. رصيد المشتريات ده بنعمل ايه؟ طبعا انت اول ما بتسجل في الموقع عندك المكافأة، وعندك هتدوس على الكلمة ديت اللي جنب الشنطة دي اللي هي بلانس. تمام، بننزل تحت كده هتلاقي عندك خطة هنا بقيمة 10 سنت بتاخدها هدية، بتشتريها هدية. تمام، بتاخدها هدية من الموقع. بعد كده بتقدر ان انت ايه تعدن، وبيجي لك رصيد زي ده كده، هتبص الرصيد هنا لو دوست هنا بيجمع، دي تعدين، بيضيف لنا في رصيد السحب ورصيد الشراء. تمام، ده تعدين. وعندك هنا خطط كتير في الموقع تقدر تشتري منها وتزود ارباحك. زي ما انتم شايفين كده انا عندي هنا في ال 12، عندي هنا في ال كام اللي هو ب 600 اهو يا شباب، انا عندي 12 يعتبر بواحد دولار، يعني كأني عندي 12 دولار مشتريهم في الموقع من هنا. ماشي، ده هنا بقيمة هنا 12 600، هنا ب1200 يعني 2 دولار، ده هنا ب6 دولار، هنا ب30 دولار. تمام، دي كلها خطط تعدين يا شباب في الموقع، وانت بتجمع ارباحك من هنا كل يوم او اي وقت تخش على الموقع. تمام، بعد كده عندك الربح بقى، طريقة الربح في الموقع الأساسية الضغط على الإعلانات. بتخش هنا بتلاقي عندك الإعلانات بالشكل ده، كل دي إعلانات اهيت الناس المبتدئة اهي، كل دي إعلانات يا شباب. أول سنت هتربحها من الموقع، أول 2 سنت هتربحها من الموقع ده لحد الأدنى لسحب 2 سنت. هتدوس هنا كده هيفتح معاك، يفتح معاك الإعلان بالشكل ده لمدة 40 ثانية زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بيخلص الوقت هنوقف الفيديو شوية ونرجع لكم. اهو يا شباب كده الوقت خلص زي ما انتم شايفين، هيظهر لي هنا بيقول لي 4 زائد 3، هقول له 7 كده خلاص خدت قيمة الاعلان. هرجع للموقع تاني، لو عملت ريفريش هتلاقي رصيد اتضاف لي على الحساب بتاعي. تمام، كل دي اعلانات بتشوفها، يبقى انت كده تعتمد على الاعلانات والتعدين والبونص اليومي. البونص اليومي دوت لما بيوصل 600 بتقدر تخش على التعدين من هنا وتشتري ليك كذا خطة، خطة في خطة من هنا ب600، كل ما توصل 600 تشتري خطة تزود لك خطة التعدين بتاعتك. يبقى انت كده ليك 3 طرق في الربح من الموقع دوت.
لو تقدر تجيب احالات كمان، رابط الاحاله بتاعك خد روج له برضه، بيديك مش عارف كام على المية للاحالات، يعني موقع كويس جدا وانصحكم بالشغل عليه. هنعمل اثبات سحب يا شباب، نخش كده على السحب وست روم اهي من هنا. لو انت عايز تعمل ايداع في الموقع بتيجي على هنا برضو، لو انت عايز تعمل ايداع وتشتري خطط من هنا، بتحط المبلغ اللي انت عايزه عن طريق باير او بريفكت موني او فوست باي، وتقوم جاي عامل ايداع. تمام، انا كنت حاطط $1 واشتريت قبل كده ايه خطة، او بتحط المبلغ وتعمل ايداع، وبعد كده بيظهر لك في رصيد الشراء وتشتري الخطة اللي انت عايزها. بعد كده نخش على السحب يا شباب، انا عندي هنا 2000، هناخد كده المبلغ دوت 2770 او 7 هننزل تحت هنا ونحطه هنا في خانة الدولار او الروبل. هنا يقدر اقدر ان انا هنا اسحب بالدولار، وهنا اقدر اسحب بالروبل، وبرفكت ماي نفس النظام. وهنا تقدر تسحب كمان على محفظة الفوست باي، يعني عندك 3 طرق للربح للسحب في الموقع. تمام، المبلغ دوت هيعمل معايا او الرقم ده النقط دي هتعمل معايا 45 سنت. هنخش على البير، اخر حاجة عندنا 7 روبل و15 سنت، وهنيجي يا شباب ننفذ طلب السحب، هنقول له سحب. بصوا كده يظهر السحب معايا كده على طول اهو، كده تم السحب اوتوماتيك على طول في ساعتها. هنخش على البير ونعمل ريفريش اهو يا شباب، 45 سنت، وادي اسم الموقع اهو. وبكده يا شباب الموقع صادق وموقع ممتاز جدا، وانا سحبت عن نفسي منه كتير جدا. وبكده اكون انتهيت من الشرح، واي استفسار سيبولنا تعليق اسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.